هلا مثل ما عم تشوفوا نحن هون موجودين بمنطقة بكيش على حدود فقرة دغري كفر دبيان. فينا نقول انه اليوم الجسم اللي انحط انه انقصفت فقرة هذا الشيء مش صحيح. اليوم خلال مرور الطيران نزل مثل جسم صغير بسرعة فايقة وارتطم بالجبل اللي بيفصل بين بكيش وكفر دبيان. يعني فينا نقول ما في هجوم، ما في صاروخ، ما صار اي شيء، وهذا الشيء قدامكم مبين. الجبل ما في عليه اي اثر لاي انفجار ولا اي شيء ثاني. نحب نطمن الناس انه لحد هلا كل الاخبار عن غارة او اي شيء مش مزبوطة ابدا. هالانفجار او هالصور اللي شافوها الناس هي لارتطام جسم معدني نزل من طيارة او من اي شيء ثاني وارتطم بالجبل، ليس اكثر من هذا. وشكرا.